ديال الغنم المشاهدين الكرام. واش غنقول لكم المشاهدين؟ 2023 تشنشين غادي نديرها في العنوان. هنا ما كاين غير 80 86 الله يسخر هذاك تباع ب 78 80 قال الجوج وقال 78 زوين ملاح تبارك الله. ورقيق راه هو اللي وعي خروف صغيره قال لك 34 راه 36 ما تديش 16 23 تاع الشنشي120000 ريال هذا تبارك الله يستاهل. اللي يستاهلها تبارك الله بزاف. لا هذا اللي وجهك يشوف فيا. هذاك 86 تبارك الله. وهذاك اللي في مشية الحي هذا 84 هادو ديال الصراغنا هذا اييه خميسات تبارك الله. يا المشاهد المليح كاين ولاني راه عيد 2023 تشنشين. ها انتم كتشوفوا تبارك الله الخير موجود ويني راه تشنشين اخوتي تشنشين. هاد الخروفه هادي 26 باش تباعت ياك 26 حيتي تبع وين الخرفان فين ويني غلا شويه. كما قلت لكم 2023 شياطه تشنشين وهذه هذه اللي قدامي شحال هذه اللي جلست ها هو مو كلمه لا يخليك هاي تخلي هذه اخويا شمن مرقد هذه شمن مرقد تاورير زوينه هذه ديال تاورير وجده هذا زوينه المي هذا هذا صيفطي البابا شده زوينه سولو هذا بشحال اخويا هذا 62 تبارك الله هذا دشرينا العام اللي فات المليح كاين ولكن اخوتي راه قولوا بحال دشرينا العام ولكن راه غنبقى نقولها ونعاودها هذا العام 2023 الشياط والتشنشين. شدوا شدوا يا يوسف زويون شديها هاجر شديها
شاهد يا ولدي وشاهد يا بنتي وشاهد يا البنيه هذه الغنب البرقيه ويدني راه تشنشين اخوتي تشنشين 2023 شياط وتشنشين هذه أجواء السوق ديال الغنم الكوارة بمناسبة عيد الأضحى. شد شد هذه خروفة زوينة شحال هذه؟ هذه ب36 زوينة خريطة صغيرة شنو اللي عجبك يا يوسف هذاك راهو شحال اخويا الثمن ديال هذاك اه 52 وهذا اللي فيه الكحل وهذا في نوض ونوض اه 56 هنايا هذا الغنم ولكن يا خوتي راه غاليه هذا العام 2023 راه كاين غير الشنشيل بحال هادو صغيورين هما الفلكه 36 30 دابا هذا العام راه هما دايرين 56 شد شد هذه خروفة زوينة شحال هذه؟ هذه ب36 زوينة خريطة صغيرة